في 23 من يوليو عام 1970 حضر سلطان قابوس المعظم من ظفار إلى مسقط، وزفته جموع الشعب إلى قصره ثم مضى. أيها الشعب، تعمل بأسرع ما لجعلكم تعيشون سعداء في مستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. طاف عمان من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، واستمع للمواطنين وتبادل أطراف الحديث معهم ثم مضى. يجب أن ننظر إلى المستقبل، ما ننظر اليوم كما يقول المثل، الواحد ما ينظر تحت رجوله. بعض شبابنا يقول الآن أن الكرة أصبحت في مضرب، وهذا شيء طيب. الكرة أصبحت في مضرب. سهر الليالي ليرعى مصالح شعبه الوفي، فخطط وتشاور مع المعنيين لتطوير هذا البلد الكريم، حيث أعطاهم الضوء الأخضر لسرعة التنفيذ ثم مضى. شارك في بلورة فكرة مجلس التعاون الخليجي، وكان حجر الأساس، فحضر معظم الاجتماعات وألقى كلماته ثم مضى. نعى بشعبه عن الصراعات الإقليمية والنزاعات، وجعل من عمان قبلة السلام العالمي، وأصبح عراب القضايا، ونال لقب السلطان الحكيم ثم مضى. حضر الاحتفالات الوطنية، وشارك الأطفال التحايا واللوحات الفنية التي قدموها احتفاء بجلالته، وهو يصفق لهم على براءتهم الجميلة ثم مضى. وفي ضمن اختصاصه ومسؤولياته، حتى